وجه القلوب إلى كربلاء، إلى زيارة الحسين، فإنها من أعظم أعمال هذه الليلة العظيمة، كما جاء في الرواية أن الله عز وجل إذا كان ليلة القدر نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش أن الله قد غفر لمن أتى قبر الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي وولدي وعن أهلي وقراباتي وأصدقائي وجيراني وأهل بلدي حيهم وميتهم وعن سيدي ومولاي صاحب الزمان ومن قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. يا حسين يا الذكرك بطرف لساني، هذه ليلة القدر اطلب من الحسين هذا الطلب، هو يسمع الكلام ويرد السلام. يا حسين يا الذكرك بطرف لساني، حاشاك في يوم الوعد تنساني. حسين أنا اعتقادي بدفترك عنواني وما خاب من في دفترك عنوان. يلا اطلب من عندها الطلب، ها قل له احضرني يا ابو اليمة بساعة ما احد ينفع، احضرني يا ابو اليمة بساعة ما احد ينفع، وحق الله اطمغ بصدري وحق الصيحة والمدمع خصوصا ليلة الجمعة. مولاي لما انت الفلا تطلع نور قبري بوجودك ياللي ما شربت الماء. انا فنات بخدمتك عمري وتشرفت بالخدمة، لا تنساني في موتي، احضرني يا ابو اليمة، شرفني على ترابي واكشف عني الغمة، ها
حتى بعالم البرزاخ أطلبك يا حسين بهاي. يلا قلبك إلى كربلاء وإن كنت بعيد، إن كان الجسد بعيد فالقلب هناك عند الحسين. آخر بيت أقرأ حتى نبدأ الزيارة، بس وجه قلبك إلى كربلاء، غمض عيونك وتوجه إلى الحسين، ها كأنك عنده تحت قبته واقف عند ضريح. يلا يلا امسك الشباك، ها قل له يا حسين حبيبي حسين نور عيني حسين، يلا سلم عليه وصيح يا المذبوح ضامي، انا اشهد يا محزوز النحار تسمع كلامي، وما عندي شك يا ابو علي تنظر مقامي، وبجودك ترد يا ابو سكينة علي حسين حسين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين، أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم، أتيتك يا مولاي أتيتك يا مولاي أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. في الرواية ثم انكب على القبر، يا الله
الله برزقنا الوصول عاجلا. ثم انكب على القبر وضع خدك عليه ثم انحرف إلى عند الرأس الشريف وقول السلام عليك يا حجة الله في أرضي وسمائي صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة قمر العشيرة أبي الفضل العباس. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك جاهدت ونصحت وصبر حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى الشهداء بين يديك. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بحرمكم الشريف المستغفرين لزواركم. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم عاجلا وفي الآخرة شفاعتكم. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.